تفتيش روتيني. نحن لا نشحن إلا بعض الحطب أيها الرقيب. أعرف، هذا ما يقوله الجميع. هيا اذهب وفتش الحمولة جيدا. أي قدر هذا أمسك بنا ليعطلنا؟ المعذرة. ما الذي كنت تقوله؟ لا شيء سيدي، ولكن على عجل لا أكثر. وأنا أيضا. هل هذه العربة لكما؟ تبدو بحالة سيئة. لا يمكن أن أدعكما ترحلان هكذا. أنتما. يكفي ما سمعته حتى الآن. نحن من شرطة الحاكم ونقوم بمهمة سرية جدا. نريد خداع اللص كارتوش الذي ينهب عربة الجرائم باستمرار. لهذا ندعي أننا نحمل الحطب. حمولة الذهب المزيفة ستدخل باريس من البوابة الشمالية، وحمولة الذهب الحقيقية متخفية معنا. هل هذا صحيح؟ أؤكد إنها الحقيقة، ولكن هذا من أسرار الدولة أيها الرقيب. كم أتمنى رؤية كارتوش بعد خداعه. هل تريد رؤيته فعلا؟ جاستو، إنه مالك. أرجو أن تقبل اعتذاري. رحلة موفقة. ماذا؟ مرة أخرى؟ لقد كانت خطة محكمة جيدا يا سيدي، ولكن كارتوش عبقري فعلا. أي إنه عبقري إذن. دعني أرى إن كنت أفهم ما تعنيه. لدينا عبقري من جهة، ولدينا أنت ديموالو من الجهة الأخرى، أليس كذلك؟ هذا صحيح. وهل تظن أنني سأقبل بوجود فاشل سخيف مثلك في خدمة هنا؟ سيد الحاكم، أعتقد أننا تعلمنا هنا شيئا بالغ الأهمية برغم ما حدث. صحيح. حمولة ليلة أمس كانت سرية جدا. هذا ما يؤكد وجود خائن في البلاط. خائن في بلاطي أنا؟ الخائن الذي يبلغ كارتوش موجود هنا في القصر يا سيدي. طبعا، هذا واضح جدا، وهو ما أردت قوله بنفسي. هذا ما أردت قوله طبعا، ولا بد أن لديك مشبوها ما. قلت مشبوه؟ حسنا طبعا. أشتبه. بالآنسة لاتور. هل تعني إيزابيل؟ ابنة أخي الوحيدة؟ نعم. أيها الفاشل، اخرج من هنا، عديم الفائدة. إيزابيل دو لاتور، بالتأكيد هي. ولماذا لا تكون إيزابيل؟ نجاح موفق أصدقائي. دار الأيتام لن تتلقى مثل هذا المبلغ. قلت إنه هدية من الحاكم. فرح كثيرا. فعلا، يجب أن تتذكر أن الفضل في النجاح يعود لشخص واحد، لإيزابيل. إيزابيل؟ حقا، لولاها لما عرفنا شيئا عن الحمولة السرية. نحن مدينون لها. إنها تقف معنا. صحيح؟ وأين كانت هذه المساعدة ليلة أمس؟ من أوقف الحمولة وتعرض لكل هذه المخاطر في البرد الشديد؟ ماذا تقصدين من كل ما تقولينه روز؟ أنا؟ لا أقصد شيئاً. كل ما أقوله هو أنها لا تواجه الخطر في قلعتها العالية. هذا كل ما قلته. مرحباً، أنا اسمي باباجانو. هيا أعد ذلك. لا تتعبي نفسك آنستي. فالكوني؟ لم يتعلم هذا الطير الجاهل أي كلمة بعد. إنه هدية سخيفة، ولكن الحاكم سوف يتلقى في عيد مولده هدية من مستواه. لقد أصبح مجسمه شبه جاهز. تقول مجسمه؟ ألم تسمعي بذلك بعد؟ الجميع في البلاط يتحدثون عن ذلك. سنقدم له مجسما مصنوعا من الذهب بمناسبة عيده. ولكن
أنا أعني أنها فكرة رائعة ومميزة. هل هذا رأيك؟ هذا رائع. أعتمد عليك في إبقاء الأمر سرا بالطبع. أجل طبعا في الكون. حسنا، إلى اللقاء آنستي. إيزابيل، عذراً على التأخير. أسامحك، ولكن يجب أن نسرع، ليس لدي وقت. طبعاً كالمعتاد. أنا متأسفة. سيقدم فيلكوني مجسماً من ذهب هدية لعمي. هدية جميلة. صحيح. كارتوش، إنه مجسم من الذهب الخالص. من الذهب؟ نعم، لقد فهمت. ولكن ألم يفاجئك هذا الخبر؟ المجسم من ذهب وقد يخدم قضية تستحق العناء، ألا ترى؟ بلى، التمثال إنه خبر رائع. هل تعني أنك ستفعل شيئا بهذا الشأن؟ لست متأكدا بعد، ولكن يمكنك الثقة بي. ها، ماذا تعني؟ إنه مجرد مفاجأة لعيد الحاكم. لابد أن هناك فتيات جميلات. إنها عملية خطيرة، كيف نسرق ذلك المجسم من القلعة في تلك الليلة؟ والأسوأ، ما هو الأسوأ؟ أنا لا أفهم أبداً لماذا يخاطر كارتوش بنا جميعاً، فقط ليبدو فارساً في عيني إيزابيل. الآن بدأت أفهم سبب اعتراضك. هل أنت غاضبة؟ غاضبة؟ من أنا؟ إن كانت هذه هي الطريقة التي تريدها، فعليك أن تفعل ذلك بدوني. حسناً، هناك مسألة واضحة، وهي أنك تتقن الحديث مع الفتيات عزيزي. دوك بوليني مونتراشي كونتيسا غراند فوا. والآن نستقبل حاكم الإسكندرية الأكبر بارون وبارونة سان لوي. رأيت صوراً جميلة من قبل، ولكن هذا أجمل. ديموانو، ما الذي تفعله هنا؟ يجب أن تبقى بحراسة التمثال. لا داعي للقلق، فأنا أسيطر على الوضع وكل شيء جاهز. انظر بنفسك، كل شيء جاهز. هناك حارس يختبئ وراء جميع الأعمدة، يخضع الضيوف جميعاً للمراقبة، والقصر بكامله مراقب حسب الخطة التي هنا. هذا هو ما يقلقني فعلاً. هذا هو الطعم، التمثال تحته، وهناك رجلان لم يغيباه عن نظرهما، وعند ظهور أي مشكلة سيخبرون بقية الحراس. إذا قام كارتوش بأي عمل سيلقون القبض عليه تماماً. هذا ما أتمناه فعلاً ديموانو. أيها الحارسان، انظرا، ماذا تريان هناك؟ أخبراني. حسناً، إنهم من رجال الصين سيدي. أنت أيها السخيف، إنه كارتوش، أنا أشم رائحته جيداً. رائع أني أرى بوضوح، لو اعتمدت عليكما لفشلت. هيا اتبعاهما بسرعة. ألا يجب أن نبقى هنا لحماية هذا التمثال؟ أيها السخيف، بل عليكما أن تمنعا كارتوش من سرقته. وبما أننا وجدنا كارتوش فلنذهب ونقبض عليه. لا أصدق ما أراه، انظرا كيف يتآمرون. يعتقدون أنهم قادرون على خداعي، ولكنهم سيعرفون من أنا. اتجهوا نحو الحديقة سيدي، أي إنهم لم يذهبوا نحو المجسم. من الواضح أنك غبي، لقد علموا أنهم مطاردون وهم يحاولون الهروب، ولكن سنقبض عليهم. كارتوش، سأقبض عليك.
يبدو أنهم... إنهم يزرعون القنابل، هيا اقبضا عليهم. انزع هذا الشارب السخيف عن وجهك كرتوش. أيها الحارسان ساعداني. ما الذي يجري هنا؟ سيدي الحاكم، كرتوش يحاول خداعنا، ولكني استطعت بذكاء الخارق أن... أنت تعتدي على السفير الصيني شخصياً ديموانو. السفير الصيني؟ سعادة السفير، أرجو أن تقبل اعتذاري الشديد على هذا الحادث المؤسف. لقد كنا نعد بعض الألعاب النارية تكريماً لعيدك سيد الحاكم. طبعاً فهمت كل شيء، ولكن كن متأكداً من أني سوف أعاقب الفاعلين. أرجو أن تتفضل بالدخول وتتمتع برفقتنا سيد السفير. يبدو أنك كنت مخطئاً سيدي. أيها السخي! أنا التمثال! ما زال هنا. فيو. خشيت أن يكون قد سرق. إنه أمر غريب جدا، يبدو أصغر مما كان سابقا. لا. أترى جرينفيل عملية سهلة؟ ما يزيد الأمر سهولة، كرتوش هو تولي ديموانو المسؤولية. علينا أن نسرع بالخروج قبل أن يتنبه إلى أن... توقف فورا، إنه ما هناك أيها الحراس. هل قلت لي قبل أن يتنبه؟ لا شيء، مجرد تفاهة. توقف. يبدو أننا مضطرون للتسوية يا صديقي. حسنا، لنتفاوض. أحسنت عملا، لكن لا داعي للتعقيد. هناك عمل أسهل. هذا جيد. طعاما شهيا. ليس سيئا. توقفا، لا تقوما بأي حركة. من هنا. إنهما هنا، لنذهب. إنني أتقبل أي فكرة مما لديك، لكن لماذا تطلب مني الأفكار دائما جرينفيل؟ أعتقد أن لدي فكرة. واحد، اثنان، ثلاثة. لن أسمح له بالفرار مني هذه المرة. لا تخف سيدي. وأخيرا سألقي القبض عليكم. هيا. سوف تره. لقد حذرناه من القفز على الأقل. روز، أريد أن أشكرك فعلا، أنقذت حياتنا. من أنا؟ مع أني مررت صدفة من هنا. لا بأس بذلك، ولكن أرجو أن لا تسرعي أكثر، وإلا فسوف يسقط. أنا لا أصدق أنه مجسم. أي مجسم هذا؟ من الفخار، إنه فخار مطلي بالذهب. عرفت أن فالكوني مخادع، ولكنها خدعة رخيصة. أي إنه مجرد فخ.
هذا مؤكد، لا شك بأنه فخ، لكن ليس لنا بل لإيزابيل. بسرعة روز، يجب أن نعود إلى هناك. أنا سيء جدا وعديم الفائدة فالكوني، افعل بي ما تشاء، افعل ما تشاء، لقد فشلت. بل بالعكس الدموانو. ماذا تقول؟ لقد جاء كارتوش وهذا ما أردته، وفعلا لقد أثبت بمجيئه من هو الخائن بيننا، بل يجدر بي القول الآنسة الخائنة. الآنسة الخائنة. لو سمحت، هل يمكنك مرافقتي بالرقص آنستي؟ لم أتوقع أنك تستطيع الرقص. أرقص في المناسبات المميزة فقط، وهذه مناسبة مميزة جدا. وقعت في الفخ الذي نصبته لك عزيزتي. أنت من أخبر كارتوش عن مجسم الذهب. لا تكن سخيفا فالكوني، قد يكون أي شخص، الجميع يعلمون بأمر المجسم. فالكوني، الجميع بانتظارك، حان الوقت لي. ألا تعرف شيئا عن المجسم الذي سيقدم للحاكم؟ أي مجسم؟ المجسم الذهبي. وأنت دوفروني، ألم تبلغ بأمر هذا المجسم؟ أنا لا أعرف شيئا عما تتحدثين آنستي. أخبرتك بأن الجميع يعرفون بالأمر آنستي، عذرا على نصب هذا الفخ. المعذرة سيدي، أين مكتب السيد فالكوني من فضلك؟ هذه أسرار الدولة، وأنا لا أقدم هذا النوع من المعلومات. من تظن أني؟ أرجو المعذرة سيدي السفير، مكتبه هناك، يمكنك الدخول من الخلف. شكرا أيها الغريب. سجن الباستيل بانتظارك آنسة لاتور. هل جننت فالكوني؟ سأنادي الحاكم. أرجو أن تناديه فورا، ولكني لا أعرف ماذا ستقولين له. حسنا، إذن يمكن أن أقول له إن هذا الببغاء يستطيع أن يكرر كل ما تقوله أمامه. ولكن هذا غير مقنع، تعرفين جيدا أن هذا الطير السخيف لا يقول شيئا. لا يقول شيئا، إن الطير السخيف لا يقول شيئا. هل أنت متأكد مما تقوله فالكوني؟ يبدو أن هذا النوع من الطيور يصمت أثناء النهار، أما في الليل فلا يتوقف عن الكلام. لا تدعي هذه الفكرة، فهي مستحيلة. مجسم من الذهب لعيد الحاكم. اصمت أيها السخيف. هذا واضح جدا، فهو يمضي الليل في قفصه الكبير ليتحدث هناك عن جميع أسرار الدولة التي لا تتردد أنت بالحديث عنها أمامه طوال النهار. لهذا السبب أنت الجاسوس فالكوني. أنت الجاسوس فالكوني، أنت الجاسوس فالكوني. هذا يكفي أيها السخيف. أيها الببغاء السخيف. كفى فالكوني، لا داعي لهذا الحزن، تذكر أني الوحيدة التي تعلم بالأمر. هل تعنين أنك؟ أنا لا أحب الانتقام، لن يعلم الحاكم بالأمر. مرحبا، أنا بيتي بيير. مرحبا. هاي، لا تضيع وقتك، قلت لا يتحدث. إنكم تزعجونني، دعني أعلمه الكلام. في هذه الحالة لن يتفوه فالكوني بكلمة عن إيزابيل. إنني أعتقد أنه مسرور لأنها لم تقل شيئا لأحد عنه. إيزابيل؟ هل تعني إيزابيل الجميلة؟ كفى روز، لا تبدأ بالحديث عنها من جديد. اسمعي، لما لا نذهب للعشاء معا؟ حسنا كارتوش،
على أن نأكل في مطعم شيلامير مارغوت. قلت شيلامير مارغوت؟ كما تريدين. أنت جاهزة؟ هيا بنا. هل تحب روز؟ هل جننت؟ إنها صعبة الطباع. مهلا، لا أعرف من أين سمع هذا، صدقيني. على أي حال، تعرفين أن هذا الببغاء لا يتكلم.